بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباء، أحببت أن أتأمل معكم هذا الحديث الرائع الذي فيه كل أبواب الخير، حديث يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه بالفعل جاء ليحقق لنا السعادة والطمأنينة. هذا النبي جاء رحمة لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعونا نقرأ هذا الحديث العظيم ثم نتأمل هذه المعاني الرائعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك، صلى الله عليه وسلم. صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. سبحان الله، يعني دعونا نتأمل هذه المعاني أيها الأحبة. قبل أن نتأمل المعاني، أود أن أقول لكم لماذا الذي يتبع تعاليم النبي، لماذا الذي يطبق وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ لأن هذه التعاليم تنزع الغل والحقد وتنشر المحبة بين الناس. صل من قطعك، انظر إلى هذا الخلق الراقي، الخلق العظيم. لذلك الله وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. صل من قطعك، هذه هي تعاليم الإسلام أيها الأحبة. من الناحية العلمية والنفسية أخي الحبيب، عندما يؤذيك شخص، نحن الآن نتحدث علميا، أيهما أفضل؟ أن تعفو عنه وتسامحه أو أن تنتقم منه؟ علميا العلماء يقولون الأفضل لك وله وللمجتمع والأفضل لمصلحتك أنت أن تتسامح، لأن الدراسات تقول إن المتسامحين هم أطول الناس أعمارا. الذي يتسامح مع الآخرين، يعفو عنهم، هذا عمره يكون طويل وصحته أفضل ومستوى السعادة الذي يعيشه أعلى أيضا. طيب، الذي يؤذيك ويقطعك، ما معنى صل من قطعك؟ يعني قد يكون لديك صديق أو قريب أو أي إنسان قريب أو بعيد قطع علاقته معك، أنت لا تقطع علاقتك معه، أنت دائما اسأل، اطمئن، لا تقطع علاقتك مع الآخرين وبخاصة الرحم أو الأقارب. فهذا السلوك ما الذي يفعله؟ أولا يريح الإنسان، ينزع الغل والحقد والغضب من قلب هذا الإنسان. ونحن نعلم أن الأطباء اليوم متأكدون أن عدد كبير من النوبات القلبية المفاجئة يأتي بعد نوبة غضب أو حزن شديد أو حقد دفين وغضب شديد، يؤدي إلى نوبة قلبية أحيانا. فإذا أخي الحبيب، لمصلحتك أن تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جامعة هارفارد قامت بدراسات متعددة حول موضوع العطاء، الإنفاق، أن تعطي إنسان محتاج، أن تساعد إنسان محتاج، سواء عطاء مادي أو معنوي، لأن العطاء نوعان أيها الأحبة. عطاء مادي، مال، لباس، طعام، شراب، وعطاء معنوي، وربما المعنوي يكون أكثر تأثيرا، الكلمة الطيبة، الابتسامة،
مساعدة الآخرين، قضاء احتياجات الآخرين، حاجات الآخرين، فهذا الأمر هو عطاء معنوي ولكن له أثر كبير على الإنسان. فجامعة هارفارد وجدت أن الإنسان الأكثر عطاء يكون أكثر سعادة. طيب النبي ماذا أراد من هذا الحديث أيها الأحبة؟ يا هل ترى لو كلنا طبقنا هذا الحديث سيخلق مجتمع متكاتف، لن تجد فقيرا أو محتاجا، لن تجد، سنقضي على الاكتئاب تماما. طبعا هذا لن يتحقق في الواقع لأن كثير من الناس لا يستمعون لنصائح النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول أيضا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا أخي الحبيب، كن أنت من المميزين الذين اختارهم الله ليقتدوا بهذا النبي الكريم ويطبقوا تعاليمه ويحصلوا على هذه السعادة وهذه الطمأنينة. لأن الإنسان الذي يعمل صالحا ويؤمن بالله، طبعا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة من نصيب هؤلاء الذين يقومون بأعمال صالحة، وعلى رأس هذه الأعمال طبعا أن تعطي، أن تنفق. وإذا أنفقت على من حرمك، يعني هذا نوع عالي جدا من العطاء، أنت تثبت أنك تعطي لله وليس لفلان. لأن بعض الناس عندما يعطي صدقة لشخص يعني ينتظر منه كلمة شكر، ينتظر منه مثلا نوع من المودة، نوع من الامتنان، نوع من يقدم له مثلا يشكره يحمده كذا. فما بالك أنك أنت تعطي إنسان وهو يسيء إليك، وعلى الرغم من ذلك تعطي، هو محتاج طبعا ولكنه شخص سيء يؤذيك بالكلام ويتكلم عليك بسوء وأنت تعطيه. هنا أنت تثبت أن عطاءك هذا هو لله وليس لهذا الشخص، هذا إثبات ملموس. إنسان ظلمك، ظلمك قد يكون قريبا منك، قد تكون زوجتك، قد يكون هذا الإنسان ابن أو أخ أو أب أو عم أو خال أو مقرب جدا، يظلمك في قضية ما، يظن بك ظن السوء. على الرغم من ذلك أنت تصله، تعفو عنه. إذن هنا العفو أخي الحبيب درجات. الحديث الشريف دلنا هنا على أعلى أنواع العفو. يعني إنسان أساء في حقك وجاء معتذرا مثلا، فيعني عفوت عنه حياء أو خجلا منه، يعني أو خجلا من الناس. أما أن شخص يؤذيك، أنه يؤذيك ويتكلم عليك بسوء ولا زال يؤذيك وأنت تعفو عنه، إذن هذا دليل على أنك تعفو من أجل الله وليس من أجله هو، وليس لحفظ ماء وجهك أو مراعاة للآخرين أو لمراعاة لمشاعر الآخرين، لا، أنت تعفو من أجل الله. لذلك أخي الحبيب نصيحة ستذكرني بها يوم لقاء الله وتذكرني بها يوم الموت: طبق هذا الحديث الشريف، بل احفظه، أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. عطاء لمن لا يستحق، على الرغم من ذلك تعطيه.
وإنسان يؤذيك أنت تعفو عنه، يظلمك تعفو عنه، وتصل من قطعك. هذا قمة الخلق الحسن. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطبق هذا الحديث. أقرب الناس إليه كانوا يؤذونه وكان يعفو عنهم، لم يدعو عليهم دعوة قد تهلكهم، كان يدعو لهم بالخير، لم يحزن منهم. دقق معي أخي الحبيب، في القرآن العظيم لا يوجد خطاب للنبي يقول ولا تحزن منهم، لا، ولا تحزن عليهم. هو يحزن عليهم، يحزن عليهم أنه يعلم أنهم إذا كفروا سيكون مصيرهم في نار جهنم، يريد أن ينقذهم، فهو حريص عليهم لينقذهم من النار، وهم يؤذونه، وعلى الرغم من ذلك كان يدعو لهم. قطعوه، بل أخرجوه من مكة. أخرج النبي، أخرج، لم يخرج ولم يهاجر، هو أخرج. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك أخرجتك. فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لمجرد الهجرة، لا، هو خرج ليتجنب كيد الكفار وليعطينا رسالة حتى اليوم، تبقى حتى اليوم، أن النبي لم يأتي برسالة عنف، جاء برسالة محبة، برسالة مليئة بالتسامح. وهذا خطاب للمشككين الذين ينتقدون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لهم أخرج النبي من مكة وهذا ثابت، وعاد منتصرا بعد 8 سنوات تقريبا، وفتح مكة وعفى عنهم، عفى عمن قتل وظلم ونهب وسرق وتآمر على كل هؤلاء، عفى عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا السلوك أيها الأحبة لا يصدر إلا من إنسان صادق. إياك أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لأنه يحب السيطرة والمال والنساء والكذا، لا، سلوك النبي، كلام النبي يدل على أنه صادق. يعني أنا كيف أقيم كلام فلان؟ اقرأ كتاب مثلا لهتلر، هذا الطاغية الذي قتل ملايين البشر وتسبب في كوارث وحروب، اقرأ ماذا كتب، اقرأ العقيدة التي، العنصرية التي في كلامه، اقرأ الجبروت والطغيان الموجود في كلامه. النبي عليه الصلاة والسلام إنسان رقيق، إنسان يشعر بالآخرين، يحمل هم الآخرين. فهذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام كانت عينه على الفئة الضعيفة، الفئة الضعيفة من الناس. الصلاة أوصى بالصلاة مباشرة بعدها وما ملكت أيمانكم، أي أكرموا هؤلاء الضعفاء. وهو يموت كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، هل رأيتم ديكتاتورا أو جبارا أو ظالما تكون عينه على الضعيف ويوصي بالضعفاء قبل موته؟ بالمنطق يعني. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، أيضا أمر أن نستوصي بالنساء، والنساء طبعا بشكل عام هن أضعف من الرجال. فهذا النبي أكرم المرأة، ولذلك عندما أعطانا هذه الأوامر، هذه الأوامر أولا لمصلحتنا ولسعادتنا ولنعيش حياة هادئة مطمئنة، لنعيش حياة خالية من الغل والحقد، خالية من حب الانتقام، خالية من التكبر والغرور. من تواضع لله رفعه الله. لذلك أخي الحبيب طبق تعاليم هذا النبي الكريم، ومنذ هذه اللحظة خذ إجراء عملي، لا تستمع ثم تذهب وكأن شيئا لم يكن.
خذ إجراء عملي. إذا ظلمت إنسان بادر للعفو، إذا ظلمك إنسان بادر لأن تعفو عنه، وإذا ظلمت أنت إنسان بادر لكي يسامحك، وحاول أن تعتذر منه وتصطلح معه. إذا ظلمك إنسان حاول أن يعني تعفو عنه قدر المستطاع، واعتبر أن هذا العفو هو في سبيل الله، محبة لله عز وجل، وليس يعني ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة كان قويا منتصرا، والمشركون كانوا في أدنى درجات الضعف والذل، عفى عنهم، لذلك دخل الناس في الإسلام أفواجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقتدون بالنبي الكريم ويطبقون تعاليمه ليحصلوا على السعادة والطمأنينة ورضا الله سبحانه وتعالى، ليلقوا هذا الإله العظيم وهو راض عنهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.